المكالمات الهاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، تفضلي بسؤالك. أو نتعرف عليك إيه أولا. والله نتعرف عليك أولا. إيه أنا أم يوسف من مصر. أهلا بك يا ست أم يوسف، وأهلا بكل أهالينا في مصر المحروسة. نعم. إيه ممكن أكلم الشيخ سلامة بعد إذنك؟ نعم، يستمع إليك. تفضلي. طيب والله أنا ابني ليه صديق شاب عنده 19 سنة وكم شهر كده توفاه الله، ويعني كان هم الأولاد كلهم مش بيصلوا بصفة مستمرة، يعني بيمشوا على السطر ويسيبوا 10 سطور في الصلاة، وهو كان مريض وتوفاه الله من أسبوع تقريبا يعني. الله يرحمه. وأنا يعني صدمت بموته، فيعني انهارت زي أي أم بتنهار، لأن أنا كنت معتبرها زي ابني. فيعني انا ما صوتتش لكن صرخت، يعني قلت يعني ما اعترضتش على وفاته، لكن اتفاجئت وكانت الفجأة بالنسبه لي صدمه. فقعدت اقول انا مش مصدقه، فهل هذا الكلام يعني يحبط العمل او يخرجني من مله الاسلام؟ لا 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 لا، حاشا ولا حاشا حاشا وكلا. طب بعد كده عملت ايه؟ طيب قعدت ابكي اليوم طوله طوله، وكل صلاه بصلي بدعي له في كل صلاه، بس من اول ما بدخل الصلاه منهاره في البكاء، مش عارفه اجمع صلواتي، وطول ما انا بصلي يعني في كل صلاه من اولها لاخرها وانا منهاره، يعني ببكي مش عارفه اتماسك نفسي. لكن قلت اصلي له السنن بنيه، هل لو انا صليت له السنن هل نشترك فيها احنا الاثنين انا وهذا الشاب يعني الاجر، ولا لازم هو يكون لي صلاه لوحده وانا بنيه صلاه لوحدي؟ طيب حاضر، اذا بتسالي عن امرين، الكلمات اللي انت قلتيها في الاول ومساله الصلوات والعبادات. نعم، وثوابها لمن. تمام، حاضر. يعني ينفع وبطلب من فضيلتك بعد اذنك يا شيخ، يعني هو اسمه اسلام وعايزه فضيلتك تدعو له بالرحمه، لانه كان مريض بمرض خطير في المخ ومات بيه، فهل ده يشفع له؟ نعم، يعني يوم القيامه المرض. نسأل الله ذلك. شاب نسأل الله ذلك، لا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله اولا ان يرحمه وان يغفر له وان يتجاوز عن سيئاته وان يمد له في قبره. اللهم ان عبدك اسلام جاء اليك ومعه ذنوبه، وأنت أرحم الراحمين وأنت العفو الكريم، نسألك يا الله أن تمن عليه وعلى أمواتنا أجمعين بالعفو، فأنت العفو وتحب العفو يا رب العالمين. اللهم مد له في قبره مد بصره، اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صب على قلب أهله الصبر الجميل يا رب العالمين. اللهم اجعل من أهله من يكثر من الحسنات والدعاء له، وتقبل منهم ومنا يا رب العالمين، وارحم أخانا وابننا إسلام، وارحم أبي وأمي وأخي وكل أموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، اللهم أمين، ربنا تقبل فضيلة الشيخ. آمين. فضيلة الشيخ، يعني هل الصوات أو الصراخ على الميت يخرج من الملة وإن لم تلطم على وجهها مثلا؟ طيب، أولا الإسلام جاءت شرائعه وأحكامه عشان تضبط تصرف الإنسان في كل شؤون حياته، عند الغضب، عند الفرح، عند الحزن. جاء الإسلام عشان يضبط التصرف عند هذه الحالة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه رجل يقول له يا رسول الله أوصيني، يقول له لا تغضب. يجي له تاني يا رسول الله أوصيني، يقول له لا تغضب. ثالث يقول له لا تغضب. فيضبط حركة الإنسان عند الغضب، لأن الغضب قرين الكفر والعياذ بالله. ممكن يتملك الإنسان الغضب فيحوله إلى إنسان
كافر والعياذ بالله. كذلك الحزن. الحزن إذا تملك من الإنسان غيب عقله وضيع الإيمان من قلبه. ولذلك جاء الإسلام عشان يضبط تصرف الإنسان عند الحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقي السيدة تبكي ومنهارة من البكاء وصوتها ولها كلمات من كلمات الجاهلية، فقال لها اصبري يا أمة الله، فقالت له إليك عني، إنك لن تصب بمصيبتي، حتى النبي بيصبرها فشخطت في النبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد شوية قال اللي أنت عملتي ده النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت رايحة له وهي ندمانة ومعتذرة ومش عارفة يعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يا سلام. أول ما يجي لك الخبر كده، أو أول ما يجي لك الخبر صبر نفسك عند ردة الفعل الأولى دي، إنا لله إنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب أحيانا بقى يعني ممكن إيه الإنسان يغلبه البكاء، ما فيش مشكلة البكاء، ما فيش فيه مشكلة. النبي صلى بكى. الله عليه وسلم بكى، مات ولده إبراهيم فبكاه بكاء شديدا وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن. حلو، ده تعبيرات مشاعر، احنا ما نعرفش الاحساس ابدا، لكن عند اللسان بقى ولا نقول الا ما يرضي ربنا، انا لله وانا اليه راجعون، لكن يبكي قلبه يحزن ما فيش مشكله، مش قادر ياكل، مش قادر ينام، خلاص ده امر ما لناش فيه اراده، هذا لا نملك، انما الكلام بقى هنتحاسب عليه. طب بقى الكلام اللي هو فيه بقى عويل وفيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، وفيه ليه يا رب كده، وفيه يعني كنت خدت ده وسبت ده كده، يعني فاهم انت كأنك انت اللي تقسم بقى الخلق، هذا هو المنهي عنه شرعا. طب فرضنا بقى حد وقع في المنزلق الشيطاني هذا، عليه ان يستغفر الله تبارك وتعالى وان تتوضأ وتصلي ركعتين توبة وخلاص وعفى الله تعالى عنها، لكن ليس مخرجا من الملة ولا أي شيء. المخرج من الملة إذا قال الإنسان كلاما يخرجه من الملة، يعني بعض النساء فضيلة يكفر بالله مثلا، يعلن الكفر بالله بقى. يعني بعض النساء في القرى يعني نشاهدهن وهن يلطمن على وجوههن، فهل هذا الأمر يعني يخرج من شوف الملة؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. التصرفات دي كانوا بيعملوها زمان أهل الجاهلية قبل الإسلام، وبيعملوها دلوقتي ستات بيستأجرنا عشان يعملوا كده، يعني فاهم انت يعني ايه، يعني بيروحوا يجاملوا، بيأدوا الواجب، بيأدوا يعني. شايفين ده واجب؟ طبعا ده مش واجب خالص ولا يعني. وأصبح سمت من السمات في بعض الأماكن. صحيح يعني الحمد لله بدأت تندثر هذه الأمور، لكنها موجودة في بعض القرى والأماكن اللي هي بقى إيه، كل واحدة فيهم بتتفنن في الصوت، الصرخة بتاعتها، الصوت العالي، في الكلمات اللي تتقال، النحيب والعويل وإلى آخره، في إن هي تبقى جايبها من أول الشارع، واخد بالك إزاي؟ يعني طبعا كل ده هذا ليس من الدين ولا من الإسلام في شيء، وهذا منهي عن شرع. العلماء قالوا ليس منا دي، يعني الأفعال دي مخرجة من الملة، فقال لك لا، هذه ليست أفعال التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في حال حدوث المصاب، لكن لو واحد أو واحدة صدر منه شيء من هذا وهل كده خرج من الملة كفر؟ لا، ليس بكفر ولا شيء، لكن ارتكب ذنبا عليه أن يتوب إلى الله منه، والتوبة بالاستغفار والوضوء وصلاة الله ركعتين توبة وكده، ويعاهد الله على ألا يفعل ذلك أبدا، ويظل الحزن بقى في القلب مش مشكلة. ثم إن إحنا بس نسأل نفسنا سؤال منطقي، أنا بس يعني
هو الصريخ والصويت والكلام اللي بيتقال ده هيرجع الميت يعني؟ بالعكس بيعذب الميت، مش هيرجعه. طب ده دليل على ان احنا بنحبه ولا بنكرهه؟ طب بنحبه. طب اللي بيحب واحد يتمنى له النومة الكويسة ولا يزعجه في نومته؟ واخد بالك ازاي؟ مثال جيد. يعني انت حضرتك دلوقتي، انت الله يعافيك يا رب ويصرف عنك الاذى، مريض وقاعد في بيتك، وانا جيت ازورك، اقعد اصوت طول ما انا قاعد جنبك؟ طب انا عايز اسيبك ترتاح. طيب مش انا بحبك، اسيبك ترتاح. او النايم الميت زي النايم بالظبط، الصويت والنكد والشق الجيوب والكلام ده بينكد عليه، بيزعجه فعلا. طبعا بيزعجه، بيؤلمه نفسيا. صحيح هو لا يحاسب بذنب الجهل هؤلاء الا اذا كان هو قايل انا عايز جنازه ما حصلتش، واخد بالك ازاي؟ ايوه، اوعى تخليني كده يعني ايه ميت كده عادي، اموت كده واندفن والناس ما تعرفش بيا هو انا اي حد. الصوت يجيب لاخر الحلقه. فاذا كان موصي بكده نقول له لا، حاسب يا عم الحاج الله يهديك، ده انت كده هتاخد بالذنب الناس دي كلها. لكن الناس اللي بيعملوا كده هو مش هيرجع، وفي نفس الوقت كمان انتوا بتحبوه بلاش تزعجوه. فيعني اتمنوا. هو محتاج ايه بقى؟ محتاج الدعاء بس. فالله يحفظك ويرضى عنك، غفر الله لك، استغفر الله على ما فعلتي. الامر الثاني، اكثري من الدعاء له طبعا، والدته وكل الناس يدعون له، وان شاء الله تعالى هي بشرتنا كمان ببشرى جميله. كونه مات بمرض خطير وهو في هذا السن، فنحسبه عند الله تبارك وتعالى من الشهداء، يعني يعتبر مبطون. نعم صحيح. أنا مرض في الراس. نعم طبعا، ما هو البطن هنا كل ما هو غير ظاهر. المقصود بالمبطون اللي هو كل ما هو غير ظاهر. نعم نعم، واخد بالك. فكل مرض يؤدي الى الوفاه. فده نحسبه عند الله تعالى شهيد. وبعد الشهيد ده بقى ما يتصوتش، ده يعني ده حاجه جميله جدا، ده هيشفع لي للناس دي كلها. وبعدين يعني تخيلوا لو كان ده مثلا جاي له عقد عمل في شركه جوجل الامريكيه، كانوا هيصوتوا هم بيودعوه؟ طبعا مش كده؟ كانوا يعملوا حفله يقول يا بختك يا عم، يلا رايح تسافر وهتقبض 100,000 دولار في الشهر، مش كده؟ سبحان الله، انت رايح الجنه. الجنة خلاص، ده بعض النساء الفلسطينيات فخلاص. مفيش سويت بقى، سويت ايه؟ ده احنا نفرح، ده هيشفع لنا. نعم هياخدنا معاه ورايح يعني. نعم صحيح. طيب فضيلة الشيخ، يعني موضوع قضاء الصلاة عن الميت إذا لم يكن يعني منتظم في الصلاة، هل هناك وسيلة معينة؟ يعني أولا هذا ذنب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكل مقصر في الصلاة، وندعو الله تعالى بذلك. ودي تبقى رسالة مهمة جدا للأحياء، لابنك والزملاء اللي مادة ولينا إحنا ولكل الناس. يعني نلحق يا أخواننا الله يرضى عنكم ننتظم في الصلاة قبل أن نموت. وخدوا بالكم لو الواحد انتظم يوم واحد بس ومات، يبقى خلاص كده ميت منتظم في الصلاة، مفيش مشكلة، بس المهم تاب وعاد إلى الله. طيب من مات وكان بيتقطع في الصلاة وهو جاهل، ما كانش يعرف الكلام ده، وكان يعني واخداه كده بقى يعني ايه، حماسة وحمية الشباب كده وتايه في الدنيا، هل نقضي عنه صلاة؟ لا، لا تقضى عنه صلاة، لكن يمكن ان احنا نكثر من الحسنات والصدقات وندعو الله تعالى ان يأخذ ثوابها معنا. طب ما دعيناش كده، هو هياخد برضو ثوابها معنا، او احنا هناخد ثوابها معاه، واخد بالك؟ زي اللي بيجيب لك خبر حلو كده وانت بتكرمه وبتدي له بقشيش ولا بتدي له حاجه حلوه، زي ما هو جاب لك خبر حلو. فالميت اللي بيعمل له عمل صالح بيفرحه، انت اللي عملت العمل بتاخد نفس الثواب، لانك ادخلت عليه السرور والسعاده ونفعته بعمله، ولم ينقطع عمله من هذه الطاعه من خلالك انت. واخد بالك؟ فما نقلقش، كتروا من الحسنات للأموات جميعا، تأخذوا الأجر معهم من غير أن ينقص من أجوركم شيئا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يضاف لينا كمان أجر زيادة اللي هو سرور تدخله على أخيك المسلم.